السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلام وأمان إن شاء الله. موضوعنا النهاردة للأسف خبر صادم جدا هز كل الوسط الفني، وحزن كبير جدا للفنان حمادة هلال، ويبكي ويصرخ داخل العناية المركزة بسبب خبر وفاة ابنه وزوجته. منذ ساعات قليلة تلقينا أخبار صادمة للغاية عن المطرب حمادة هلال وعن وفاة ابنه وزوجته من داخل المستشفى، انهياره وبكاءه شديد جدا، بكاء هستيري بعد حادث أليم تعرضت له زوجته وأبنائه، حادث سيارة أليم جدا. والكل تيقن إن بفعل فاعل كشف تفاصيل كل الواقعة وكل الحادث مصدر مقرب من الفنان حمادة هلال يعلن أخبار صادمة للغاية عن وفاة ابنه وزوجته منذ ساعات قليلة. كل التفاصيل هنوفيها مع حضراتكم لو تكرمتم. نصلي على رسول الله ونذكر الله من فضلكم. دعوة من قلوبكم الصادقة للفنان حمادة هلال، ربنا يصبره على الفاجعة الكبرى اللي بيعيشها الآن الفنان والمطرب حمادة هلال. الكل اجتمع على حبه، وكمان زوجته اللي وشها بشوش جدا والكل حبها تحديدا وهي مرتدية الحجاب، والكل كان متيقن انها استحالة تقلق الحجاب، لكن فاجئتنا زوجته في مهرجان العربية الفضائية عند خلعها الحجاب ووجودها مع المطرب حمادة هلال في المهرجان عند تكريمه على دوره في مسلسل المداح، وكان برفقته زوجته، وكان بيهرب حمادة هلال من الإعلاميين والصحفيين عشان السؤال عدم ارتداء زوجته الحجاب أو تحديدا السبب في خلعها الحجاب. وكل المتابعين وكل الجمهور قالوا انها كان شكلها جميل جدا بالحجاب، وكان فعلا في جدل واسع جدا ما بين ارتدائها الحجاب وخلعها الحجاب مرة تانية. والمطرب حمادة هلال للأسف نشر على صفحته على فيسبوك أو تحديدا الفانز بتاعه ونجده بالدعاء لزوجة المطرب حمادة هلال والأبناء وبعض تعرضهم لحادث سير أليم جدا وفقدان زوجته للذاكرة بعد ارتجاج في المخ. وكمان المطرب حمادة هلال نشر من يومين على حسابه الرسمي على انستجرام وناشد كل الجمهور بالدعاء لزوجته والأبناء بالشفاء العاجل، وأكد أن حالتهم غير مستقرة داخل المستشفى وأن زوجته اضطرت نقلها إلى العناية المركزة وابنه وحالتهم خطر جدا وكان في حالة انهيار تام. وعمل مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب من برنامجه الحكاية للإطمئنان على حالة الفنان حمادة هلال وعلى حالة زوجته وأبنائه، اللي أكد للأسف إن حالتهم غير مستقرة وإن هم انتقلوا للعناية المركزة بسبب عدم استقرار الحالة وتدهور الحالة، وإن الطبيب المعالج أعلن إن ابنه سوف يجرى عملية جراحية خاطرة بالمخ. وبعد مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب وتيقن الكل إن فعلا زوجته وابنه بين يد الله وإن هم فعلا حالتهم خطر جدا، لأن سمعنا الكلام من الفنان والمطرب حمادة هلال بنفسه، مش شائعات ولا أخبار مزيفة، وانتشر على بعض المواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الكبرى خبر وفاة ابن الفنان حمادة هلال وتدهور حالة والده الصحية. وللمصداقية مفيش أي مصدر مؤكد أكد الوفاة ولا سبب الوفاة تحديدا غير بعض المواقع الإخبارية اللي نشرت الخبر. وفعلا عند زيارة حمادة هلال للمستشفى كان في حالة انهيار حاد، ورواد المواقع التواصل الاجتماعي نشروا الصورة ونشروا صورة زوجته وهي داخل العناية وحالتها خطر جدا. بناشد حضراتكم بالدعاء لهم، وإن شاء الله يكون الخبر ده مش حقيقي، لأن فعلا هتكون صدمة كبرى للفنان حمادة هلال. ربنا يا رب يطمنوا على أبناء وزوجته. بشكر حضراتكم وبتمنى دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.